من صاح كاتور قرب التلفريكات نرحب بكم مرة أخرى وننقل لكم بعض المشاهد من هذا اليوم 28 ديسمبر من عام 2018. طبعا العد التنازلي بدأ للانتقال إلى العام 2019. اليوم تساقطت الثلوج تقريبا في عموم أرمينيا، حتى في العاصمة يرفان كان هناك تساقط للثلوج، وصورنا لكم بعض المشاهد ونقلناها أيضا مباشر على كل مواقعنا، كان إنستغرام أو كان الواتساب أو السناب شات والفيسبوك. سأصور جوانب أخرى الآن للذين يستمتعون بمشاهد الثلوج، وأقول لكم مرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله عام 2019 يكون عام نجاح وعام تحقيق الأماني وعام السلم. السلم يعم العالم إن شاء الله في عام 2019. أود أن أقول لكم بأن هذه الساحة أو ساحة التزلج والتلفريكات تشتغل لغاية الساعة 5 مساء، لكن بعد 3/1/2019 يستمر العمل لغاية 11 ليلا، يعني بإمكانكم قضاء يوم كامل في هذا المكان من الساعة 10 صباحا إلى 5، بعدين استراحة. أعتقد الساعة 7 تفتح مرة أخرى وتستمر لغاية الساعة 11. هاي المتزلجين ومعلمي التزلج طبعا يصعدون بالتلفريك هو وزلاجاته الى الاعلى فوق، يترجل ويبدأ بالتزلج للوصول الى الاسفل. شوفوا اللي يعرف يتزلج يصعد، واللي ما يعرف يتزلج اكو معلمين هنا يتفق وياي اجره لمدة ساعة واحدة يعلمه طرق التزلج، اسلوب التعامل مع الزلاجات، ويبدأون بالتزلج. هذول كلهم واقفين بالدور حتى يصعدون فوق ويبدأون لعبة او التزلج. Двигаемся к машине.